فياض. أنا من صوفر، زوجي لتوفيق أبو علوان على الباروك. فالباروك فيها زراعة وفيها تفاح كتير. نحن اكتشفنا شيء حلو غير عن السكر، اللي هو من التفاح، الحلى اللي هو من التفاح، دبس التفاح. عملنا دبس تفاح ونجح كتير. التفاح ما في إلا بياخدوا هالمزارع التفاح بيغسلوا وبيقطعوا وبيحطوا بمكبس، بيعصروا، بينزلوا التفاح، بصير عصير يعني، بصير مي. بعدين بيحطوا له حوارة، بيحطوه بمحل نوع من التراب، هو الحوارة، بيحطوه بتركوه لتاني يوم. تاني يوم بيركد الأشياء من التفاح وبشيلوا الوجه، بيرجعوا بيحطوه وبيغلوه. أكيد بده وقت كتير طويل لحتى يشد ويصير صالح لينحطوا بمراطبين، واللي بده يبيع، اللي بده يستفيد منه ببيته يستفيد منه. كل اللي عنده تفاح عم بيستفيد من هالتفاح اللي عنده، ما بيروحوا، عم بيستفيد منه، عم بيستفيد أول شيء صحياً. الناس عم تستفيد منه صحياً، إنه نوع من السكر اللي هو أهم بكتير وأصح من السكر. بيعمل فيه مأكولات كتير. فدبس التفاح صاروا مش بس الضيعة، مش بس الباروك، صاروا الجوار هالضيعة القريبة كلها صارت تجيب التفاح اللي عندها ويعصرون ويعملون دبس تفاح. فصار دبس التفاح منتشر بالمنطقة، وكتير ناس صاروا عم يعملوا دبس تفاح وعم بيبيعوا منهم، بيستفيدوا منهم. احنا بنتمنى انه تزورونا ونتشرف فيكم، وتجوا لعنا على الباروك وتشوفوا الجنينات الحلوة، تشوفوا المناظر الحلوة، تشوفوا الطبيعة النظيفة. اهلا وسهلا فيكم.